اوكي طيب نرجع بقى نرتاح للدم. لموضوعنا ومنظر الدم، وانت خايف ان هو يطلع حاجة فعلا ممكن تبقى سامة ما درسناهاش. لا هو انا عندي المعلومه، بس هو العقل لما بيواجه بيبدا يواجه تفاصيل مع انت دي عارفاها كويس، بس هو بيحصل عدم استيعاب او انت الخوف بيبقى مسيطر على الموضوع. طب انت بتجيب تعبان منين عشان تذاكر على التعبان؟ معلش. المفروض بقى ان احنا بنتعامل مع صيادين في الكليه، هم اللي كانوا بيوردوا للكليه وبيوردوا للجامعه الحاجه اللي احنا محتاجينها من ضفادع لتعابين لاي حاجه الكليه بتبقى محتاجاها يعني. اوكي ف يعني خلاص تخطيت الموقف واتعاملت في الموضوع، بس الشاهد ان انا عشان اقدر اتخطى الموقف ده انا عدى عليا يوم كامل قاعد مع التعبان، وهنا حصل بقى الكيمستري الغريبه اللي انا عمري ما تخيلتها. حبيت التعبان؟ مش التعبان، عينين التعبان. لا ما تهزرش. لا شريف، انت بتقولي حبيت التعبان والله وعينين والله التعبان؟ مش احنا بهزر، بنتكلم على والله مش تعبان بهزر. لا والله. ما هو اللي جاي هيبقى اصعب، فحاولي تتقبلي الكلام من دلوقتي. تعبان ابص له في عينيه ليه؟ ما هو يعني ده ما هو انا هقرب من الحاجه علشان اتعامل معاها، القرب من اي شيء بيخليك تشوفي الحاجه اللي انت عمرك ما هتشوفيها. اي حد بيتعامل مع اي حد اي حاجه في الدنيا بيشوفها من بعيد. انت لو هتتكلم على خطيبتك مش هتتكلم كده عشان تبقى عارف. حبيت التعبان لما بصيت في عينيه. تحرجيني. كمل. ف اي حد بيتعامل مع اي حاجه من بعيد ما بيبقاش شايف تفاصيل كتير قوي، والسر دايما بيكمن في التفاصيل. فسبحان الله ربنا خلق كل حاجة بقدر وبنسب غريبة، كل ما بتقربي من اكتشاف الحاجات دي بتكتشفي كأنك بتفتحي بقى باب ورا باب ورا باب ورا باب، عوالم غريبة. فأنا لما قربت من التعبان وشفت السكيلز أو الحراشف اللي بتبقى موجودة وشكل رسمة العين وشكل التخطيط بتاع البق وشكل النني وشكل التفاصيل الغريبة اللي أنت عمرك ما هتشوفيها، وإن كنت شفتها زمان في برنامج تلفزيون أو في عالم حيوان أو في صورة، بس كون ان انت بتشوفيها حية قدامك وحاسة ان انت اللي في الموقف ده مختلف. فبيفتح عندك بقى يعني الوعي عندك بيبدأ اللي هو ايه اللي بعد كده، خصوصا ان انا مطلوب مني ان انا حقنته من الموضوع ان انا هشتغل دلوقتي في الكائن ده بحكم دراستي. طب انا شفت الموضوع من بره فبشوفه من جوه يعني، فتحت اشتغلت وذاكرت ونجحت بس فضلت القصة والستوري كانت بتسلم بقى ستوري بتسلم ستوري، اللي هو تعبان بيسلم بعد كده ضفدع بيسلم طائر لحد ما خلصت الموضوع. بس انا حبيت العالم اللي هو يعني خلاكي تكتشفي لو احنا بنقرا عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون وفي خلق المخلوقات انت بتدركيها بنفسك او بتستقصي وبتجيبي المعلومه بنفسك، فكان ليها طعم مختلف، كانت دافع بقى للي هيحصل بعد كده. ايه اللي حصل بعد كده بقى، وابتدينا ازاي تصوير الحياة البرية؟ انا قلت لك ان انا كنت يعني دخلت في الموضوع حابب التصوير من فكره الرسم. جيت في 2014 انا ما اتذكر يعني كان في صوره شفتها لنوع من انواع اليعسوب، ده نوع من يعني حشرات، نوع من الحشرات الطائره هتلاقيها شائعه جدا موجوده عندنا في كل البيوت، دي اللي انا كنت بمسكها وانا صغير. فلقيت في حد من طنطا كان مصورها، صوره غريبه، صورة يعني بين التفاصيل مريبة، أنا ما كنتش مستوعب حتى لو كنت التفاصيل ماسكها زمان وانت خالص. صغير ما كنتش شايف التفاصيل دي. لا لا خالص، أنت بتتعاملي مع كائن صغير بس بتتعاملي معاه بعينك المجردة، كأنك لما تحطي حاجة تحت الميكروسكوب فبتشوف بتشوفي بقى تفاصيل الوان أكتر. مختلفة وتفاصيل مختلفة. مظبوط. الغريب إن لما الحاجة دي بقى ما كانتش بس مجرد إنها تحت الميكروسكوب، ده كانت صورة بشكل عمري ما هنساه للدراجون فلاي أو للمس فلاي وهو بيضحك. يعني انت لو شفتيه تلاقيه هو بيضحك، فالموضوع بالنسبه لي كان غريب جدا. فانا عايز اعمل كده وخلاص، انا عايز اعمل كده وخلاص، فهعمل كده ازاي؟ هنا نرجع للجمله اللي انا قلت لك قبل كده، الكاميرا اللي انا اشتريتها هي مجرد كاميرا محتاجه تعمل لها ابجريد دايما. فعلشان ابجريد اعمل ليك كده انت والكاميرا، انت كمان لازم محتاج تدرس او الابجريد تعرف بتاعي معلومات بالظبط هي الدراسه. عن الكاميرا اكتر. مظبوط، لكن الابجريد للكاميرا محتاج فلوس، ومحتاج فلوس ومحتاج اكويبمنتس معينه، الاكويبمنتس دي مش موجوده في مصر اصلا. فعشان اصور الصوره دي محتاج عدسات مايكرو متخصصه في طبعا تصوير الكائنات الدقيقه. طبعا. فبدات اسال المصور اللي كان صور الصوره دي. وطبعا لكل اللي مش عارفين العدسات دي تمنها غالي جدا، حتى كمان مش متاحة مظبوط. ان هي تبقى يلا انا اشتغلت كام شهر فهعرف اجيب العدسة دي، تبقى ارقام كبيرة. بس خليني اقول لك ان الكلام ده كمان كان يعني في 2014 اصلا ما كانش متعارف على الحاجات دي وقتها، يعني دلوقتي الحاجات دي موجوده بتتباع في مصر
الوقت ده ما كانش موجود، فكانت الناس يعني بتحاول ان هي بتادبت بقى، اللي هي بتبتكر، بتجيب الحلو من هنا على الحلو من هنا وتشغل الموضوع. اوكي. فكان في تكنيكس بسيطه بيستخدموها زمان، بيقلب العدسه، هي نفس العدسه بس بيشتغل بيها مقلوبه، بمواصفات برضو بدائيه جدا. فيلا انا عايز اعمل ده، فبدات اجيب الاكويبمنتس وبدات اقلبها وبدات اجيب السورس لايت. مش طالع معايا ليه مش طالع معايا شغل؟ هنا بقى كان السؤال التاني، محتاج اعمل ابجريد لنفسي. السورس زمان برضو في التعليم كانت مختلفه، كانش فيه فيديوهات كانش يوتيوب، فيه يوتيوب، الحاجات دي. كانش فيه غير المنتديات بقى زمان بقى. انا بكلمك على حاجه من 2013 2014. اوكي. فبدات اقرا عن موضوع التصوير الماكرو، اللي هو ازاي تصور بقى الحاجات التفاصيل الدقيقه وازاي، وعجبني الموضوع جدا ورايح له بشغف. فضلت في الموضوع بجرب بفشل. يعني انا عندي قعدت سنه ونص تقريبا بصور صور فاشله، انا شايف تفاصيل لكن الصوره ما فيش فيها اي حاجه، صور ضايعه ما فيهاش تفاصيل، لكن انا شايف بعين التفاصيل وانا بصورها لكن مش عايز تطلع معايا، لان التكنيكس بتاع التصوير الماكرو معقده جدا ومحتاجه مش بس اكويبمنتس، محتاج عقل يعني يبتكر ويحاول يهندل المشاكل اللي بتطلع فيها، لان انا مش معايا الماتيريال اللي بتطلع لي الصوره دايركت. فقعدت سنه ونص في فشل بقى ذريع في المواضيع بس مستمر، لحد ما بدات بقى يعني الموضوع ياخد شكل شويه. خلاص اشتغلت، عندي شغلي يعني في انكم بيجي، فخلاص بدات انفست بقى في الموضوع. فبدات اجيب من بره مصر اكويبمنتس، بدات اطلع صور الى حد ما انا راضي عنها. طب تعالى كده نتفرج على شوية صور كده ونحكي عنهم، كل صورة يلا بينا. تفاصيلها ايه؟ يا نهار ابيض، الصورة دي احنا هنقف قدامها شوية حلوين. هنقف هنا شوية حلوين، انا كمان عايز اقف هنا شوية حلوين، لان انت يعني هو فين وامتى والموقف والمسافة ما بينك ما بينهم وهم بيتخانقوا كده ولا بيموتوا بعض، ده المسافة كانت قد ايه عشان تاخد الصورة العبقرية دي؟ بصي خليني اقول لك الاول علشان ندخل، عرفنا على الكائنات الاول. هقول لك حاضر. احنا قدامنا نوعين دلوقتي، عندنا التعبان الموجود تحت، دي الحياه المقرنه او الطريشه او السراسس، السراسس زي ما اتكلمنا، هي اللي شفناها قبل كده بس مش نفس التعبان، يعني ده كان في موقع ده مره لا وده مره. ده اصل ده لون تاني اصلا. بالظبط، المورف او الاشكال دي فاريشنز بتتغير عادي من نفس ابناء الجنس اوكي الواحد. ماشي تمام. الطائر الموجود ده نوع من انواع العقبان اسمه الشورت تود ايجل او عقاب التعابين مجازا، يعني بيتقال عليه لان هو اكله المفضل هو التعابين. التعبان. التعبان ده العقاب ده عنده موديفيكيشنز عظيمه ايجل يعني صقر، انت قصدك نوع من انواع الصقور لا ولا؟ في فرق ما بين الصقر والنسر. والعقاب، ده مش نسر، في صقر في نسر في عقاب. عقاب. ده حاجه ثالثه. حاجه ثالثه. اوكي. الموجود طيور جارحة الموجود على وخلاص. علم مصر مش نسر. ها. الموجود على علم مصر عقاب، نوع من العقبان. فعلا؟ ده احنا بنقولها في كل حاجة مجازا، نسر يعني هو بيتقال عليها مجازا. اوكي. الموديفيكيشنز الغريبة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للعقاب ده، التعبان الموجود تحت رجله ده تعبان سام جدا. فازاي العقاب ده لما بينزل على الفريسة بتاعته والتعبان بيعضه ما بيموتش؟ لو بصيتي على الرجل بتاعته، الساق بتاعت العقاب، هتلاقي موجود عليها سكيلز او حراشف. الحراشف شبيهه دي بالتعبان اصلا، بس دي مدرعه اكتر، يعني صعب ان انياب التعبان تخترقها. اوكي سبحان الله. فده موديفيكيشنز يعني معقد، وسبحان الله في خلقه ان هو ربنا سبحانه وتعالى خلق العقاب النوع ده بالشكل ده بيصطاد علشان ده اكله، عشان ده اكله فما يعرفش يعضه او يحط فيه السم زي ما بيقول. بالظبط. اوكي. بلس ان هو لما بياكل يعني في صوره تانية للعقاب وهو بيبلع التعبان، هو الطيور مش ما عندهاش اسنان، فعشان تمضغ هي بتبتلع هو بيبلعه الفريسه زي ما كاملة. هو بسمه بكل حاجه. بالسم بكل حاجه. فالفكره ايه اصلا بقى من ان انا دلوقتي بلعت السم والعقاب بلعه وما مش هيموت برضه، سبحان الله. ايه بقى الفكره؟ هي حاجات كتير بقى. اولهم ان اصلا لما السم ده مش موجود سائل في الجسم، بيبقى محفوظ في اللسان. لا، محفوظ في غدة. غدة. الغدة دي بتبقى واقعة أسفل العينين بتاعت التعبان. أوكي. بتبقى ممددة في الفك العلوي. تمام؟ محفوظة في ساك أو في جيب أو في غدة، الجلاند دي عاملة زي الكيس الصغير. أوكي. الفكرة بقى أصلاً من السموم، يعني ده هنتكلم عليها قدام شوية، إن السموم أنواع. السم بتاع التعبان ده
بيشتغل هيموتوكسين او بيشتغل على الدم. فطالما هو ما لمسش دم، يبقى ما فيش سم. هو السم عبارة عن بروتين، مجموعة من البروتينات اصلا. اوكي. فالجسم او المعدة سوري بتاعت الطائر هتتعامل مع الموضوع انه ده بروتين وبيهضمه عادي جدا، لانه ما فيهاش دم، المعدة جواها ما فيهاش لو دم. في جرح في المعدة هنا يبقى في مشكلة. اوكي. ونرجع تاني ان اصلا هو لما ابتلع الفريسة، السم غدة السم محفوظة جوه الهيد بتاعت التعبان. يعني انتي لو شايفة الراس بتاع التعبان هو جوه الهيد دي، فهو بياخد الوقت على ما بيحلل الموضوع. فهو الموضوع سيفتي جدا، يعني حتى لو المعدة بتاعت الطائر فيها جرح دلوقتي، هو بياخد فترة عشان يحلل الموضوع. فالإنزيمات اللي بتحلل الموضوع بتاخد وقتها، والدنيا فيها ماشية بسيكونس وبترتيب عجيب بترتيب ربنا سبحانه وتعالى. مكانه فين؟ الصورة دي اتاخدت فين؟ دي في يعني نقدر نقول في الظهير الصحراوي لبني سويف، ما بين الفيوم وبني سويف. قريبة برضو، مش بعيدة، بيقترب عليه. الطائر ده بالمناسبة هو مش طائر مصري، هو مش مقيم، ده طائر مهاجر.